أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إطلاقها حملة لتعقب خلايا داعش شرقي دير الزور. حملة لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في بلدة شحيل بريف دير الزور الشرقي. قوات سوريا الديمقراطية قالت في بيان إن قواتها بدأت التمشيط في محيط البلدة وتمكنت من اعتقال 20 إرهابيا والعثور على بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون في شن هجماتهم، فضلا عن مصادرة كميات من السلاح والذخائر. هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الثانية التي أعلنت عنها قسد في وقت سابق بعد القضاء عسكريا على وجود التنظيم الإرهابي في كامل مناطق الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ عمليات نوعية خاصة ودقيقة للقضاء على خلايا داعش النائمة وملاحقة العناصر المتوارين وتجفيف المنابع التي يعتمد عليها التنظيم لمنع عودته من جديد. وخلال الأسبوع الماضي نفذت وحدة خاصة من قوات سوريا الديمقراطية بالاشتراك مع وحدة من مقاتلي قوات التحالف الدولي ضد داعش عملية خاصة استهدفت خلية خطرة لداعش في البلدة ذاتها. المتحدث باسم قسد مصطفى بالي أكد حينها أن العملية نفذت بدقة واحترافية عالية وحققت أهدافها، نافيا سقوط أي مدني خلال العملية ومتهما النظام السوري بترويج شائعات من أجل تأجيج احتجاجات مناهضة لقسد في تلك المناطق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الشمال السوري أحمد الحسن، صحفي في المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. سيد أحمد مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم معنا على شاشة اليوم. نتكلم عن هذه الحملة التي كنا قد استعرضناها للتو في التقرير، يبدو بأنه عمليا حتى اللحظة لم يتم القضاء على تنظيم داعش في مناطق شرق سوريا. مرحبا بكم. أهلا بك. نعم، نحن تحدثنا بداية منذ تحرير دير الزور وتحرير وإعلاننا تحرير كامل شرق الفرات أن معركة ضد تنظيم داعش لم تنتهي بعد. هناك خلايا نائمة، هناك أفكار داعش التي عششت في عقول الكثيرين ممن أثر عليهم التنظيم الإرهابي في مناطق التي سيطر عليها. نعم، تم القضاء عليه عسكريا وهذا ما كان واضحا في بيان الذي أطلقناه، بيان تحرير شرق الفرات، أن المعارك عسكريا تم القضاء عليها، لكن الخلايا الإرهابية النائمة إضافة إلى الأفكار الداعشية بين قوسين إذا سميناها لا زالت تعشش فيها الكثيرين. هذه تتوجب علينا عمليات بحث مستمرة ومداهمات كالعملية الأخيرة التي قامت بها قواتنا. فيما يخص حملة الشحيل بالتحديد أستاذ أحمد، ما هي التفاصيل ونتائج حتى اللحظة؟ نعم، البيان كان واضح بالنسبة لمنطقة الشحيل. الحملة استهدفت محيط بلدة الشحيل، الريف الصحراوي، ريف دير الزور الصحراوي يمتد على مسافات شاسعة من منطقة الشحيل وصولا إلى منطقة الباغوز المنطقة الأخيرة. تمت الحملة الأمنية الأخيرة للقضاء على خلايا إرهابية نائمة تابعة لتنظيم داعش ترتبط ارتباطا وثيقا. تم العثور من خلالها على العديد من الأنفاق العائدة للتنظيم الإرهابي ومصادرة العديد من الأسلحة النوعية في هذه العملية، كما تم إلقاء القبض على 20 إرهابيا داعشيا مطلوبين لقواتنا. طبعا هذه ليست الحملة الأولى التي تبدأها قوات سوريا الديمقراطية ضد الخلايا النائمة للتنظيم، ولكن من خلال هذه الحملات هل نتوقع أن يتم إلقاء القبض على قادة من الصف الأول للتنظيم لربما تواروا خلال مرحلة القضاء على الجزء الظاهر من التنظيم؟ نعم سيدي، هذه ليست الحملة الأمنية الأولى وليست الأخيرة، نؤكد على أنها ليست الأخيرة. نحن نسعى دائما وراء الإرهاب، وراء خلاياه النائمة، نتوقع دائما كل شيء في أثناء عمليات البحث. ونؤكد أيضا أن هذه الحملة الأمنية ليست فقط في منطقة ريف دير الزور، كان لنا حملات أمنية أيضا في ريف الطبقة وفي ريف الرقة،
تم من خلالها إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين بعد عامين من تحرير مدينة الرقة وطبقة، فما بالك ما بعد تحرير دير الزور ما يبقى مدة قصيرة، يعني فقط تم تحرير ريف دير الزور، فهذا يستوجب عمليات أمنية أكثر ليست واحدة فقط. هذه الخلايا النائمة اليوم التي ما زالت موجودة في مناطق شمال وشرق سوريا أستاذ أحمد، إلى أي درجة برأيكم هي تتحرك بناء على تعليمات استخباراتية لربما إقليمية؟ عفواً لم أسمع السؤال جيداً. هذه الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي التي إلى اللحظة ما زالت موجودة في مناطق شمال وغرب سوريا، وكما تفضلت بأن الحملات تحركت وستبقى تتحرك ضدها، إلى أي مدى برأيكم تتلقى تعليمات من جهات استخباراتية إقليمية؟ نعم سيدي، التنظيم الإرهابي نحن قلنا من البداية أنه عسكريا انتهى في مناطقنا، لكن مع اختفاء قادته من الصف الأول هذا يؤكد ارتباط وثيقا بهم، ربما لا زال يأخذ أوامرهم من هناك من الجهات أعلى منه. العمليات التي يقوم بها ضد المدنيين من خلال زرع العبوات الناسفة على الطرقات يؤكد عدم همجية عمله في هناك تنظيم في عمله وفي الأماكن التي يستهدفها. هذه الحملة هل تأتي بمؤازرة من قوات التحالف الدولي ضد داعش أستاذ أحمد؟ نعم، قوات التحالف، نحن وقوات التحالف تنسيق منذ البداية، والتحالف لا زال موجودا يساندنا بأي عملية أمنية نقوم بها استخباراتيا لوجستيا الأمر الذي نطلبه منهم. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات أحمد الحسن، صحفي في المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، حدثنا من الشمال السوري. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومستمرين في ملفات حديث اليوم.